أرض اتسرقت من 75 سنة وشعب هجر وأخرج من بيوته من 75 سنة. الحقيقة أنه إزاي الهوية الفلسطينية والتراث الفلسطيني يظل متماسك وحي وعايش في قلوب مش بس الفلسطينيين إنما العرب كلهم. والله أنا دايما بقوله في الشغل بتاعي والمسلسلات والحاجات دي دايما بيبقى في جزء ليه علاقة بالكرامات والمعجزات وكده، والناس بتتكلم عنه ساعات باستغراب. يعني هي المعجزة والكرامة مش حاجة برا الواقع، صاحب الحق هو صاحب المعجزة طول الوقت. أنا عندي اعتقاد راسخ إن صاحب الحق هو صاحب المعجزة. فأنا صاحب الأرض، أنا الراسخ، أنا اللي موجود في أرضي، مات مني جزء أنا مكمل دي أرضي عادي، لكن الغريب هو المتلفت، الغريب هزمته تنهيه، لكن صاحب الأرض جولة ورا جولة ورا جولة هو قاعد في أرض. الله، دي المعجزة، ده السر. ممكن يتهزم بس هو بالنسبة له الانسحاب مش وارد، مستحيل هتهزم بس أنا جوه أرضي النهاردة بكرة بعد. بس الحقيقة إنه في شيء عظيم في الأجيال الفلسطينية والعربية، يعني سواء مثلا جيلي أو الجيل اللي قبلي أو اللي بعدي بكتير، يعني طول الوقت لازم هتلاقي في دبكة فلسطينية موجودة. هتسافر أمريكا هتلاقي الشباب مش لازم بالضرورة كلهم فلسطينيين، بس كلهم بيعملوا فرق لإحياء التراث، الأغاني الفلسطينية، انت حتى في البوست بتاعك كاتب الأكلات طبعا. يعني ده دي هوية مش قشرية. اللي يقدر يواجه الموت بلا خوف يقدر طول الوقت انه يصنع الحياة، ده سر عظيم جدا. هما الموت عندهم عادي، فطول الوقت تحت الضغط ده وطول الوقت بيقدموا شهداء، فاللي بيقدم شهداء ويواجه الموت بالبساطة دي يقدر يقدم لنا حياة وفن وأكل ورقص وغنى طول الوقت، لأنهم عندهم الكفتين قد بعض. طب تسمح لي بتفسير إضافي مش متعارض خالص، إنه لأنه هي هوية حقيقية مش مزيفة مش مسروقة مش ملطوشة مش هوية مصطنعة، هي هوية حقيقية ضاربة في جذور التاريخ، فهي موجودة طبعا قائمة طبعا. يعني لا يمكن تنتهي، هم أصليين. انت في أغاني وأهزيج أقدم من عمر إسرائيل 100 سنة بكتير جدا بكتير جدا. يعني أنا مش عارف إذا كنت موافقني في ده ولا لأ، بكتير جدا، بس هي هوية حقيقية مش مصطنعة. احنا عندنا مواطنين أقدم من إسرائيل بكتير. صحيح. مش أغاني على رأي يعني فكرة السن والعمر. الأسبوع اللي فات كان معانا فقرة عن جريدة الأهرام، جورنال في مصر على فكرة، ومش أول جورنال، جورنال الأهرام عمره داخل على 150 سنة، يعني ضعف، يعني فاضل له 50 سنة يبقى أقدم من أمريكا نفسها. يعني ده جورنال، مجرد جورنال. أما صورة المفتاح فدي كمان حاجة ما أعتقدش أنها موجودة في العالم كله، إنه مفاتيح البيوت في فلسطين تورث من الجد للأب للابن. خلينا نشوف بعض المفاتيح، ودي على فكرة من الحاجات اللي احنا بنعلمها لأولادنا، بنفرجهم الصور دي عشان يعرفوا إنه مش هيغلبونا بالكلام والقنوات بتاعتهم المزيفة. احنا معانا الحق، احنا معانا مفتاح البيت، انا مفتاح الحق. على هذه الارض ما يستحق الحياة، على هذه الارض سيدة الارض، ام البدايات ام النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة. وقت ما طلعنا يما من البلاد ظل جزء منا على عتبات دارنا، وطفلتنا اللي ودعت جدران دورنا وحي القدس القديم، قديش ظل منا أشياء حلوة هناك، بس المفتاح خلى اللاجئ والنازح بجيبته، وبكل عزة راح نرجع يما ونعود لبلادنا يما. عودوا هذا المفتاح، شافوا بالباب، شفتوا بالباب ما مشكوك بالباب، قلنا له هذا المفتاح ظل هو صار له 10 سنين
قلنا أماني هذا، ديروا بالكم على المفتاح هذا إلك يابا ولخواتك، وإذا متوا تعطوه لحفادكم، وإذا ماتوا حفادكم يعطوهم لحفادهم، وهذا يظل أماني وذكرى حتى تعود أرض فلسطين. هذا مفتاح دار ستي في عين كارم، عين شارم قضاء القدس. هذه لا تباع ولا تنهدى. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.